أحبائي المشاهدين، بحييكم باسم الرب يسوع المسيح. أنتم معنا أحبائي بحلقة جديدة من برنامج أكثر من رأي. حلقة هذا الأسبوع أحبائي هي بعنوان حولت نوحي إلى رقص لي. داود قال هذا الكلام، وطبعا تحول من حالة حزن ونوح ولابس مسوح وانكسار وكآبي، فتحولت الأزمة اللي كان ماشي فيها أو عايش فيها إلى 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 بركة ومجد. من الذي غير هذه الأمور وهذا الحال؟ غير الرب. فالرب مبارك اسمه يستطيع أن يحول كل الأشياء حتى تصير كلها للخير، يعمل يعني كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. أحبائي طبعا رح نتوسع في الموضوع بنعمة الرب يسوع المسيح، وأشكركم لأجل التواصل. ما ننسى أنه تتواصلوا معنا على الهاتف، في أرقام رح تظهر على الشاشة، فأرجو أن أسمع منكم أراءكم. إذا شخص مش قادر يتواصل معنا ممكن يترك لنا مثلا أي رسالة مثلا بالكنترول روم ويعطي رأيه، مش ضروري يطلع على الهواء، وهيك بنقدر نتواصل معكم ونوضح بعض الأمور. إذا شخص عنده اختبار مر بضيقة شديدة والرب حولها وعملها هيك للخير وطلع منها بركات، أرجو أنك تخبرنا أو تخبرينا يا أختي حتى نستفيد من اختبارات الرب. نحن أحبائي سعداء أن يكون معنا بنعمة الرب في الاستوديو معنا خادم الرب الفاضل في إسكندر، الأسيس في إسكندر. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك أسيس جون، ربنا يباركك ويبارك خدمتك العظيمة ويباركك ويحفظك. شكرا. الرب وأشكرك لأنك شرفت البرنامج، ونتوقع بركة باسم الرب يسوع بنعمة الرب. آمين آمين. ونشكر رب أحبائي، نحن أيضا معنا خادم الرب الأخ باسم ساويروس، وأهلا وسهلا فيك من جديد خي باسم، الرب يباركك ويحفظك الرب. وأحبائي طبعا نشكر رب أنه سيكون معنا على سكايب صوت وصورة من الأوفرسيز خادم الرب الدكتور حليم حسب الله، فرح يكون معنا يمكن تقريبا بعد حوالي 20 دقيقة من الآن، أكثر شوية بنشوف كيف الرب بيسمح ومتواصل معه على سكايب، وأرجو أن يبارك الرب ويستخدمه كالعادي لبلوى أكثر. أحبائي طبعا موضوع اليوم يعني مفيد جدا، وخاصة نحن في حالة صعبة عم نشوف العالم عم يتعذب حولنا. هلأ ناس كتار بيقولوا لي كان بالماضي في مشاكل وحروب وقطع وضرب، بس نحن ما كناش نشوفها لأنه ما كان في تكنولوجيا وما كان في فيسبوك وما كان في تلفزيونات وجرائد، فكان في خراب أكثر من هيك، وفعلا كان في خراب. لكن هلأ الرب كشف لنا بما كشفه، فقلوبنا عم تتحرق عم تحترق وحزينة للوضع الموجود، والناس كأنه قد أغلق عليها، لكن في طاقة نحو السماء مفتوحة. بتحب تعطينا هيك تعليق سريع حول الفكرة اللي بدنا ندخل فيها، أو حول الأفكار اللي يعني رح ندور حولها، وهيك شوي شوي بننتقل من نقطة لنقطة بنعمة رب فيما بعد بنعمة المسيح. المزمور اللي حضرتك خدت منه الآية دي هو مزمور 30 طبعا. نعم. آية 11: حولت نوحي إلى رقص لي، حللت مسحي ومنطقتني فرحا. نعم. أول مرة تذكر المسوح في الكتاب المقدس ذكرت في سفر التكوين أصحاح 37، لما يوسف أخواته رموه في البير وباعوه، بعد كده أرسلوا القميص الملون بتاعه لأبوه بعد ما غمسوه في الدم علشان طبعا يخدعوا أبوه على أنه يوسف افترسه ذئب أو وحش رديء، فظن يعقوب أن يوسف مات. فاللي حصل في سفر التكوين أصحاح 37: مزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه. هنا المزمور بيقول حللت مسحي ومنطقتني فرحا. ايه اللي بيوضع على الحقوين؟ المسوح المنطقة. عادة المسوح حطه على الحقوين، المسوح فامشال الرب وحط كان مثلا بيقال عن
عن يوحنا المعمدان كان له على حقوي أو على حقوي منطقة من جلد. فعادة اللي بنحطه على الحقوين هو المنطقة. يعقوب بدل ما كان يتمنطق بحاجة تشده للعمل، لكن للأسف جلس وناح على ابنه يوسف اللي ظن انه مات، وحط على حقويه بدل ما كان يتمنطق بحاجة كويسة بحزام مثلا من جلد، لكن حط على حقويه المسح. لكن هنا المرنم بيقول في مزمور اللي هو داود في مزمور 30: حللت مسحي حشتها من على حقوي ومنطقتني فرحا، يعني بدلت حزني بالأفراح. وده اللي بيعمله الرب باستمرار، قصده من كل الأمور اللي بتحصل حول العالم هو انه يبدل الأحزان للأفراح. بس زي ما بعد شوية هنتكلم أكتر، قصده الرب أفراح روحية بعد خلاص النفس. ده الهدف، the ultimate aim of God، الهدف الأسمى والأعظم للرب، انه يجيب النفوس لمعرفته، يجيب النفوس للحياة الأبدية. فالرب هدفه من كل الأمور اللي بتحصل في العالم دي عايز يحول نوح إلى أفراح أو أنواح إلى أفراح. وهذا أمر طبعا لا يستطيع أحد أن يتوقعه في وسط الخراب. كيف يعني ممكن من الخراب يخرج هذا الفرح وهذا النصر وهذا الخلاص؟ يعني خراب ودمار قدامك وموت، وفجأة الرب يحول الأمور هذه كلها بطريقة رائعة جدا لا يتوقعها أحد. ده اللي قال عنه أيوب في الأصحاح الأخير: علمت أنك تستطيع كل شيء. بعد ما اجتاز في خراب، وطبعا خراب ودمار ممتلكاته أولاده وصحته، وحتى امراته في الآخر قالت له: يا شيخ العن الله وموت. بارك الله في الترجمة العربية، يعني المقصود منها العن الله وموت. فاجتاز في خراب ودمار، لكن في الآخر اللي اجتاز فيه أيوب خلاه يعرف إن الله يستطيع كل شيء. علمت أنك تستطيع كل شيء. وأيوب في الآخر قال: بسمع الأذن سمعت عنك، أما الآن فرأتك عيني. الحقيقة ما حدش يقدر يعمل ده إلا الله، وده اللي بيخلينا نعرف إن هو الله، إيد الله وراء كل شيء بيحصل في العالم، حتى الخراب اللي بيحصل إيد الله خلفه، وهدف الله عظيم جدا. طيب أشكرك جدا أحبائي. رح ناخد فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل بنعمة الرب يسوع المسيح. ابقوا معنا من فضلكم، الرب يبارككم.
من جديد برحب فيكم احبائي، انتم معنا بحلقه جديده من برنامج اكثر من راي. حلقه اليوم كما قلنا في البدايه حولت نوحي الى رقص لي. منتابع احبائي حوارنا في الحلقه مع ضيفنا الاخ باسم ساويروس. اخ باسم، كنا عم نعلق مع الاساس فايق يعني في المقدمه افكار حول الحلقه، وبدي هيك من فضلك انا وياك نبحث قليلا حتى نساعد احبائنا المشاهدين الذين قد اغلق عليهم تماما في قضايا ومشاكل. ومثل ما قال في البدايه انه الخراب الموجود في العالم وخاصة شعوب عم تتألم، شعوب بشكل يعني خراب، بقول لك مين بده يرجع يعيد من العدم؟ مين بده يقدر يبني؟ مين بده يخلق من الموت حياة؟ الأسيس فايق ذكر نقطة حلوة عن يعقوب أبو الأصباط لما مات ابنه، ظن أنه ابنه مات، وقال عبارة، قال أنا أذهب إلى الهاوية نائحا على ابني وأبى أن يتعزى، لكن الرب رجع عزاء إذا جاز التعبير بدون توقع. فبتفضل من فضلك هيك يعني للتشجيع من فضلك من هالناحية هاي. نعرف أن الله يستطيع كل شيء. نعم. كلمة قالها أيوب بعد اختباره، عندما فقد كل شيء، ضاع كل شيء، وإحنا عارفين أنه المشكك عدو كل بر، بيجلنا بشهوب كثيرة ممكن في ظرف كهذا ولا نستطيع أن نلوم أيوب. نعم. فالكتاب يكلمنا، علمتم بالصبر أيوب، قد سمعتم بالصبر أيوب. لكن أيوب في نهاية اختباره يقول لنا بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن قد رأتك عيناي. الله بيتدخل بطرق عجيبة وبيعوض بطريقة عجيبة، وزي ما سمعنا حللت مسحي ومنطقتني بالفرح لكي تترنم لك روحي. إننا نستطيع أن نفهم الاختبار بعد أن نكتاز فيه، بعد ما نعدي في الأمور والظروف، لكن في بدايتها مش سهل أن احنا نعرف، لكن نعرف أن الله يستطيع أن يغير. تعالوا بينا نفتكر سفر التكوين الأصحاح الأول، لما كانت الأرض خاربة وخالية، والرب بكلمة قدرته نرى أن العالمين أتقنت، العالم كله وكل ما فيه من خليقة جميلة أبدعت بعمل إلهي، وكان روح الرب يرف على وجه الغبر. ربنا شاف الخراب، لكن في أيام الخليقة أعيد تجديد الخليقة وصار كل شيء جميلا بعمل إلهي. احنا نعرف أن الخالق المحب لم نعرفه فقط كالخالق، لكن عرفناه أيضا كفادي نفوسنا الذي يعطي حياة أبدية لكل شخص يقبله. يستطيع أن يغير كل نفس قد تعبت، كل نفس في مشكلة، وكل بلد أيضا تأتي إلى المسيح وتطلب وجهه. نعرف أنه الخالق والقادر على كل شيء اللي بنجيله ونثق في محبته، ونعرف أنه يغير. والكتاب يقول لنا ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. أشكرك جدا. في طيب. مثال حلو قوي في أنا بيعجبني خالص في كلمة الله عن الرب اللي بيسمح لنا بالضيق، لكن الضيق يخرج منه أشياء عظيمة جدا، زي ما بيقول في إرميا 10:18 وأضيق عليهم لكي يشعروا. الرب بينادينا لما يسمح لينا بالضيق. المثال العظيم ده نعمي في سفر راعوث. نعمي احنا عارفين القصة، نعمي نزلت إلى أرض مؤاب هي وزوجها أليمالك وابنها محلون وكليون، وهناك الرب سمح ليها بضيقة مرة، مات زوجها ومات أولادها الاثنين بعد ما اتجوزوا وسابوا اثنين أرامل، وبعد كده رجعت زي ما عارفين القصة ورجعت معها راعوث، عرفة رجعت لأهلها، لكن راعوث رجعت مع نعمي إلى أرض إسرائيل شعب الرب. وهناك لما دخلت بيت لحم تحركت المدينة عليها، هي دي نعمي، فقالت لهم لا تدعوني نعمي، ادعوني مرة. نعمي معناها سعادتي، ادعوني مرة،
لأن الرب قد كسرني والقدير قد أمرني أذلني جدا. يعني ده اختبار صعب جدا اجتازت فيه. ده اختبار كثيرين في الشرق الأوسط حاليا، لكن عايز أجليها في الوقت بنعمة المسيح. لكن كانت النتيجة نعمي دخلت في سلسلة نسب أعظم شخص ولد على هذه الأرض من خلال رعوث. رعوث طبعا احنا عارفين انها في سلسلة نسب الرب يسوع المسيح بحسب الجسد لكل المجد. لو بصينا لمصر واللي حصل في مصر حاليا، ده قبل ثورة اللي بيسموها ثورة يونيو السنة اللي فاتت 2013، كان المسيحيين أغلق عليهم تماما. أنا عن نفسي كان الحزن ملأ قلبي، وكنت بصلي بحزن، يا رب إزاي تسمح لكنيسة بالشكل ده في مصر، هذا عددها عدد المؤمنين، إزاي تسمح بالضيق ده للكنيسة في مصر. لكن فجأة الرب زي ما حضرتك يقلب الأوضاع، أو بالأولى يعدل الأوضاع، الرب عدلها ويظهر من خلال الأمور، يظهر يده الرفيعة أنه هو أيضا له السلطان الأعظم، وال يعني زي ما تقول بالإنجليزي نحن نقول he's got the upper hand. yes. هو له اليد العليا. طبعا كل اللي بيحصل ده حتى الضيق هو اللي دبره، مش بس سمح بيه، ده هو اللي دبر الضيق. لكن هدفه من الضيق ان يخرج شيء عظيم جدا. ده انت لما بس انا بخاف شوي منها، يمكن البعض يقول انه الرب دبر الضيق. لا، انا بقول الرب لما بيكون الاشرار عم يتصرفوا خطا وبيظلموا الناس وبيظلموا شعب الرب، الرب يتأنى لكن يحول ظلم الاشرار للخير. طبعا لانه انا اخاف البعض نفس الفكر معاكم، يمكن بس اختلاف الفاظ، لكن نفس الفكر معاك. يعني قصدي الرب، يعني مثلا لما الرب يسوع المسيح نفسه كان مدبر منذ الأزل انه يجي ويصلب ويموت لأجلنا، وكان مدبر زي ما احنا عارفين مثلا في مزمور 109 كان مدبر ان واحد معين هيسلمه اللي هو يهوذا، كان مدبر. لكن زي ما قال بطرس في عظته لليهود في سفر الأعمال، انتم الذين بأيدي أثمة صلبتموه. يعني الرب دبر، بس دبر بأيدي أثمة، يعني هم أثمة. لكن طبعا بحسب مشورة الله وعلمه السابق، بحسب طبعا. فكل اللي بيعملوا الأشرار طبعا هم بيعملوا بكامل حريتهم، بيعملوا عارفين أنهم بيعملوا شر. لكن الرب بيدبر أنه يستخدم هذا الشر وهذا الضيق لخير المؤمنين. إزاي؟ ده شيء، ده ايد الرب العليا. في ترنيمه بتقول امور الله عجيبه. مبارك اسمه. طيب اسمحوا لي من فضلكم اقرا المزمور اللي اخذنا منه العنوان، عنوان الحلقه، وهكذا بيكون في وضوح بالصوره للاحباء. احبائي، بالمزمور 30 بيقول الوحي المقدس بالعدد الاول، داود عم بيقول هذا المزمور. والمزمور احبائي هو طبعا نشيد شعري ويرنم ويغنى. بيقول: أعظمك يا رب لأنك نشلتني ولم تشمت بي أعدائي. العدو منتظرنا، الشيطان وأتباعه وأجناده منتظرين بس يشوفونا زي ما تقول مغلوبين ومقهورين. والعدو بيفرح أنه يدخل على حياة الإنسان عامة والمؤمنين ومقادس الله. لكن الرب بيسمح له كل المجد. يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني، يا رب أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الجب. الجب يعني إشارة للقبر. رنموا للرب يا أتقياءه واحمدوا ذكر قدسه، لأن للحظة غضبه حياة في رضاه. فإذا كان في غضب، كان في ضيقة، لكن رآها داود أنه هذا الغضب كما لو أنه للحظة. في خراب بشرق الأوسط، في نفوس عم تبكي، في بيوت خرباني، في مهجرين، في موت، في تقطيع، في ظلم، نعم، لكن الله مكتوب عنه للحظة غضبه لكن حياة في رضاه. عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. يلي انت حزين ويلي بتظن انه اغلق عليك من كل وجه،
الرب بيقول لك عند المساء يبيت البكاء، انت عم تبكي، لكن ثق انه هناك فجر جديد سيكون لك فيه ترنم. وباسم الرب يسوع المسيح اصلي واطالب نعمه الله ان تعطي لهذه الكلمات فعلا ان يختبرها كل انسان عم يسمعنا، وايضا يكون سبب بركه لاخرين حوله. بيقول داود: وانا قلت في طمانينتي، في طمانينتي انا كنت لما كنت مطمئن كنت عم اقول لا اتزعزع الى الابد، لكن فجاه صار في تزعزع. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. اليك يا رب اصرخ والى السيد اتضرع، ما الفائدة من دمي إذا نزلت إلى الحفرة؟ عم بيقولوا للرب يا رب أنت شو رح تستفيد مني إذا أنا نزلت على الحفرة؟ كأنه عم بيحنن قلب الرب يعني، بس حاشا، نحن فينا نحنن قلبه للرب، ما الرب حنان ومات على الصليب وحبه تجلى على الصليب. هل يحمدك التراب؟ عم بيقولوا داود للرب يا رب أنه التراب بيحمدك. هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب وارحمني، يا رب كن معينا لي. وبعدين بيوصل للنقطة الحلوة اللي هي عنواننا: حولت نوحي إلى رقص لي. علمك واحد عم يبكي وعم بنوح وفجأة بتشوفه عم يرقص، يعني هلأ كان عم يبكي وعم بنوح، شو اللي بدل الأمور؟ في أمور لا يمكن أن تتبدل، في خراب، في موت، لكن الله لما بمد يده له في الموت مخارج. بيقول له حولت نوحي إلى رقص لي، حللت مسحي ومنطقتني فرحا، لكي تترنم لك روحي يا رب، لكي تترنم روحي ولا تسكت يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك. هاليلويا هاليلويا، مبارك اسم الرب. لنثق بالرب، الرب يعطينا النعمة نعطي لأحبائنا اللي عم يسمعونا أنه يوثقوا بالرب، أنه هو إله مبارك اسمه فوق الكل، ويستطيع أن يحول هذه الضيقات التي أغلق يعني أغلقت عليهم وأغلق فكريا عليهم أن يحولها بطريقة عجيبة. بتحب تعلق تعليق سريع في الموضوع هذا أخ باسم، أو ندخل على نقطة أخرى؟ أنا بس يعني لمس قلبي وحضرتك بتقرأ كلام المزمور، روح المصداقية في اختبار داود. حلو. داود بيتكلم هنا ويتكلم على اختباره، هو كان طلع من الاختبار والظرف ده، لكن يعود يذكر الاختبار بكل تفاصيله. لم يعد شيئا مؤلما ما كان يكتاز فيه، اللي كان بيمر فيه ما هواش ذكرى سيئة، لكنه دونها لنا في الوحي المقدس. وإن كان وصل لمرحلة أنه تمنطق بالفرح، بقي فرحان وسعيد بعمل الرب، فقد قيل هذا المزمور وهو أغنية تدشين البيت. وهو في أوج انتصاراته وفرحه، وهو يذكر هذه الظروف التي مر بها، يذكرها وهو يعظم اختبار الرب. بيقول لنا هنا صلواته اللي كان بيصليها، ربما كان خائفا منزعجا مرتاعا، لكن كيف أن الرب غير الحال معه. حلو أن احنا في ظروفنا نعبر عن اللي جوانا ربنا، نتكلم معاه. لما بنتكلم مع الناس يمكن ما يفهموناش أفكار البشر، والبشر يبحثون عن مصالحهم، الدول تبحث عن مصالحها، البشر ربما لديهم مشكلاتهم، لا يستطيعون أن يفهموا ظروفنا، لكن اللي كل شخص فيه مشكلة نعونا أن نمتثل بداود اللي صلى للرب، وكان من نتيجة الصلاة أنه اختبر الاختبار الرائع، فقد اكتشف أن الله في كل ظروفه وهو يغيرها يأتي بالبركة من وراء كل ظرف، ويعطي الفرح الذي لا ينطق به ومجيد. طيب خليني أسأل سؤال بس للتوضيح من فضلك. إذا كان الرب بيعطي بركة من خلال كل ظرف، لكن في أشرار لم يستفيدوا، وهذا دليل على أنهم لم يستسلموا بين يدي الله كخالق أمين في عمل الخير، فإذا الشخص الذي ينتفع من وراء الشدائد إنما هو الشخص الذي يلتجئ إلى الله، لكن إن رفضنا أن نلتجئ إليه، أنا شخصيا شايفها من الكتاب خراب يأتي خلف خراب. بقى توافقني في من فضلك؟ بالطبع. تعيس الإنسان اللي يعدي في ظروف الحياة وما تقابلش مع المسيح المخلص. المسيح جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك، ما قد هلك يعني الحالات الميؤوس منها. كل من في مستنقع الخطية المسيح جاء عشان يخلصه. وكل من يمر بظرف صعب،
ويثق أن ويعتقد أن ظروفه ما أصعبها، يجي للرب، والرب اللي بيخلص النفس يقدر كمان يخلص من كل ظرف نمر فيه في حياتنا أيضا. فهو المخلص الذي يستطيع أن يخلص، الكتاب يقول لنا قادر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله. فإذا يخلص الذين يتقدمون به، لكن من يرفض راحت عليه. بالطبع. طيب أشكرك جدا. بذات السياق بتحب تضيف نقطة صغيرة حول الموضوع بالمزمور أو نحاول ندخل على؟ هي إضافة وفي نفس الوقت ممكن بتنقلنا لنقطة تانية مهمة خالص. فضل. في نفس السياق أليهو في سفر أيوب أصحاح 35 عدد 9 و10 يقول عن غير المؤمنين: من كثرة المظالم يستغيثون من ذراع الأعزاء، الذراع اللي بتعتز عليهم لكن لا يقولون بتظلمهم ولم يقولوا أين الله صانعي مؤتي الأغاني في الليل. نعم. هو الرب إن كان فيه وقت قبل ما الأخ حليم يتكلم، الرب بيسمح بالضيقات لثلاث أنواع من البشر. الرب بيسمح بالضيقات أولا لخير المؤمنين، في رومية 8: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. فكل الأشياء، كل اللي بيحصل من حروب، من خراب، من دمار، من زلازل، من أي شيء بيحصل في العالم، الرب له اليد العليا وبيعمل كل شيء لخير الكنيسة ولخير مجده. والنهايات دائما تثبت هذا الأمر. نعم. نشكر الرب لأجل هذا. الحاجة الثانية، الرب بيسمح بالظروف الصعبة، الرب بينادي للناس علشان ترجع له. الرب بينادي للناس عشان ترجع له. أنا قلبي بيعتصر على الإخوة المسيحيين في العراق وسوريا وسوريا والموجودين في غزة كعامة، الإخوة المسيحيين عامة في لكن ولفت نظرنا أخيرا موضوع داعش وطرد المسيحيين من الموصل. طبعا الإخوة المسيحيين في غزة والإخوة المسيحيين في سوريا والآلام المرة اللي شافوها ونحن كمؤمنين، وحضرتك بتوافقني انه نحن نتألم لاجل المسلم الشيعي والسني واليزيدي والصابئي، نحن متألمين لاجل النفس البشريه. جاي في النقطه الثالثه في الموضوع ده. فالنقطه الثانيه من ناحيه الاخوه المسيحيين اللي بيتألموا، احنا قلبنا بيعتصر عليهم من جهه المؤمنين فيهم. نشكر الرب ان الرب بكل تاكيد مش هيسيبهم، لا يتركهم في الضيق، معه انا في الضيق، انقذه وامجده من طول الايام اشبعه واري خلاص. فالرب مع المؤمنين بطريقه او باخرى، مجدا لك الرب مع المؤمنين. لكن كمان الرب قصده من الضيق ده بينادي للمسيحيين بالاسم: ارجعوا الي، ارجعوا إلي، توبوا، هدفي خلاصكم الأبدي. فما بيمشي الحال، يعني ما بيمشي الحال إلا بخراب. يعني أنا بسأل بلسان المشاهد، يعني ربنا ما بيقدر يخلص الناس إلا ما يسمح بحروب، فإذا الحروب دي مش ذنب الرب، لا، دي شر الإنسان. أولا الحروب دي نتيجة نتيجة السقوط في الخطية، نتيجة شر الإنسان. والحاجة الثانية بنتيجة شر الإنسان اليومي. نيه. فاللي بيحصل ده شر الإنسان، لكن الرب بيستخدمه، بينادي للناس علشان ترجع له. يعني أنا شفت على حتة فيديو صغيرة على فيسبوك، واحدة في الأخت في العراق، يا ريت تكون سمعانا دلوقتي وشايفانا، أخت في العراق بتقول إنهم طردوني من كنيستي وطردوني من بيتي وكده، وبعدين بتقول كنيستي تطعمني أو كنيستي تأكلني. هي تقصد اللي أنا شفته في عينيها وفهمته من كلامها، هي تقصد مبنى الكنيسة. تفكيرها زي ما كان بيتكلم الحد اللي فات بالليل على الكارما،
الدكتور إيهاب الخراط، في ناس بيعبدوا الدين، في ناس بيعبدوا الدين، في مسيحيين بيعبدوا الدين، فهم في طبعا في ناس طبعا ربما لانه طبعا بنوايا سليمه، هم محتاجين توضيح وتعليم، محتاجين يعرفوا يفهموا. ناس هي بتقصد، لكن المهم يا اختي ليك ولكل مسيحي بالاسم في العراق وفي مصر وفي غزة وفي سوريا وفي كل مكان، المهم الرب بيستخدم الأمور دي بيناديلك. الرب بيقرأ على باب القلب قرعات خفيفة، ما بنسمعش يروح يزود الضربات ويجيب لنا ضيقات. الرب بيناديلك، الحياة منتهية، مرت ما مرتش، أكلت ما أكلتش، اتجوزت ما اتجوزتش، اتمتعت بالعالم ده أو شفت، اكتست في ضيقات مريرة زي ما اجتاز أيوب، لكن في النهاية كله هيتساوى. هيبقى فرق بين اتنين بس، هل خلصت بدم المسيح أم لا؟ الرب بينادي للمسيحيين بالاسم علشان يرجعوا لي ويخلصوا وينالوا الحياة الأبدية. أما من جهة غير المسيحيين، يعني أقصد غير المعترفين مسيحيا، المعترفين بالمسيح أو ليهم مجرد الإيمان الاعترافي nominal Christians، مسيحين بالاسم، الناس التانيين غير المسيحيين برضو الرب بيناديلهم، وشفنا نتيجة عظيمة جدا، ناس كتير رجعت وناس كتير هترجع للرب. أمين. من البعيدين رجعت في الجزائر ورجعت في مصر وفي كل مكان، ايد الرب هي الاسمى والاعلى. ابليس يخطط ويدبر وعايز يدمر الكنيسه، الرب يزود عدد الكنيسه من الناس البعيدين. هم بيفرحوا انه خربوا المبنى، لكن مش عارفين انه الرب يضم كل يوم الى الكنيسه الذين يخلصون كما يقول الكتاب اللي في سفر الخروج عن شعب الرب. طيب. لكن حسب ما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. هاللويا هاللويا. طيب أنا أشكرك جدا. معي الدكتور حليم، رح ناخده بنعمة رب بالإذن منك أخ. تفضل. أخي الحبيب، أهلا وسهلا فيك دكتور حليم. أهلا بكم يا حبيبي. الرب يباركك. يعني ما أحلى الطلة الحلوة، الرب يباركك ويستخدمك اليوم. الله يخليك يا رب وباركك. أنا بتابع معاكم في الحياة في الكلام الحلو اللي أنتم بتتكلموا به، شيء جميل ورائع. الرب يحافظ عليك. طيب دكتور حليم، أحكم لي الفرصة إن أنا كمان أشارككم في هذا الموضوع الهام. أشكرك جدا دكتور حليم. أنا حابب يعني ركز، لأنه كثيرا ما تكلمنا عن موضوع الألم والضيقات وغيره وغيره، بس أنا اليوم على قلبي إنه بالجزء الباقي من الحلقة نقدر نركز على فكرة إنه كيف أن الله المبارك القدير يستطيع أن يحول الأمور، يحولها. يعني عندك خراب، عندك هلاك، عندك دمار، واحد زي ما تقول يعني قدامه كوارث، وبعدين فجأة غمض عين فتح عين، مثل ما قرأنا، عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. هل عظم الإلهية التي تحول الأمور بشكل عجيب جدا، لا يستطيع شخص، لا ملاك ولا شيطان ولا إنسان، أن يفعل ما يفعله الرب القدير وبهذا الشكل الحكيم؟ شوفي يا سيد جون، أنا عاوز بس أقول حاجة صغيرة قبل ما أحكي في الأمر اللي حضرتك اتفضلت وتكلمت فيه. فضل. عاوز ألفت انتباه إخواتنا وحبايبنا المشاهدين أن الله لم يفقد سلطانه على الإطلاق، كل شيء خاضع لله وسلطانه، الريموت كنترول في إيده، وكل شيء بسماح منه. نعم. حتى وإن كان الغضب فعل الله الغريب على طبيعته لأن الله محبة، لكن لضبط الأمور لابد من حدوثها. فالأمور لا ولم ولن يفقد الرب سلطانه في هذه الأمور نهائيا، ولابد أن نحن نخضع لله ومشيئته وما يفعله. ثانيا، كل ما يفعله الله فهو يفعله للخير، وإن كان يبدو أحيانا كثيرا الضرر أو يبدو كثيرا القسوة كما يسميها البعض وعدم الحب، لكن من المؤكد أن كل الأمور في يد الرب وهي تعمل لخير الإنسان. نعم. الله بيحب الإنسان، الله لا يريد هلاك الإنسان نهائيا. نعم. فالكتاب المقدس يقول مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون
وإلى معرفة الحق والعلوم. القصة مش قصة مسيحيين وغير مسيحيين، أو المسيحيين مضطهدين أو غير مضطهدين. القصة قصة بشر ينتسب إلى أب واحد اسمه آدم، ورثوا الخطية، الله أحبهم، الله ضحى لأجلهم جميعا، أرسل ابنه الوحيد، بذله على الصليب علشان لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الله لا يسر نهائيا بموت الخاطئ في خطاياه، لكن يسر بخلاص الإنسان. أرجع مرة تانية وأقول يريد أن جميع الناس يخلصون. بطرس الرسول يقول يتأنى علينا وهو لا يشاء، الله لا يشاء أن يهلك أناس أنفسهم، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ورب المجد له كل المجد لما جه للعالم بتاعنا ونادى قال تعالوا إلي، مش فئة معينة، يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. فالله بيقدم الرسالة، الإنسان في قساوة قلبه بيتحول بعيد عن الرب، الرب في محبته بيستخدم رسول، الرسول ده هو اللي هيئه، هو اللي أرسله. زي ما حضرتك أنت بتعتبر خادم له، تقدم بشارة الإنجيل، الأخبار السارة للنفوس الغالية على قلب الرب، وحبايبك اللي معاك وكثير من الخدام وأنا من ضمنهم مرسلين لتوصيل الأخبار المفرحة. الله يكره الخطية لكنه يحب الخاطئ، يريد رجوعه، لكن الإنسان في قساوة قلبه لم يعطي أذنا لتصغي. لذلك الله بيستخدم رسول آخر وهو الضيق، فهو بيستخدم الضيق والألم مش علشان يؤلم الإنسان، لكن عشان الإنسان يرفع عيونه لفوق ويعرف إن فيه الله وفيه محبة وفيه تضحية. حتى إن في العهد القديم يقول أضيق عليهم كي يشعروا. طب ونتيجة الشعور إن الإنسان يرجع إلى الرب، وده اللي عمله الرب مع بني إسرائيل لما تحولوا عنه، لما ابتعدوا وعبدوا أصنام وأوسان ضيق عليهم، سكنوا كهوف، اتخذت أراضيهم، اتخذت المحصولات، لغاية ما يقول الكتاب صرخوا إلى الرب في سفر القضاء. عندما صرخوا إلى الرب الكتاب يقول في كل ضيق يتضايق ويرسل ملاك حضراته ليخلص. صحيح. عشان كده لما صرخوا إلى الرب أرسل لهم نبيا صح ضمائرهم، وبعدها أرسل القاضي زي جدعون علشان ينشئ الرب خلاص عظيم. إذن إيه اللي خلى الشعب ده صرخ إلى الرب؟ الضيق. عشان كده الرب عاوز صح الشعوب، وخاصة لأن الرب قرب يجي، قرب ياخد المؤمنين للمجد. عشان كده لا يسرب موت الناس في خطاياها. صحيها إزاي؟ صحيها من خلال الحروب، من خلال الخسارة. فعاوز أقول أكبر مكسب الله بيستخدمه من خلال الضيق هو أن الإنسان يرفع قلبه إلى الله، يتصالح مع الله من خلال المسيح، وينجو من الغضب الآتي. الأرض اللي احنا كائنين عليها الكتاب المقدس بيقول عنها تحترق، والمصنوعات التي عليها بالنار. ويوم الدينونة عندما يجلس على العرش هربت من أمام وجه السماء والأرض. فاحنا قاعدين في الشيء مش دائم. الله عاوز يخلي الإنسان يفكر مش في شيء غير باق يزول مع الزمن، والقضاء لابد أن يأتي عليه، لكن الله في محبته عاوز يحول الإنسان إلى ما هو أفضل، ما هو سماوي. طب إيه اللي خلي الإنسان يرفع عيونه إلى الرب؟ من ضمن الأشياء الله بيستخدمها هو الضيق. عشان كده أنا بقول وإن كان الضيق مؤلم، وإن كانت الظروف الصعبة تضايق، وزي ما تفضل حضرة القسيس وقال الأمور الحادثة في العراق وغيرها تدمن القلب والضمير، هذا صحيح، لكن في نفس الوقت الله بيستخدمها للبركة. أنا عجبني أخ عراقي قال عبارة جميلة، قال مع أنني خسرت كل ما أملك وأنا رجل أعمال كنت في العراق، لكن قصد الرب يخليني أطلع من بلدي وبلاجئ في مكان علشان يوصل رسالة الإنجيل. وأنا النهاردة مش ندمان لأن الرب استخدم الظروف في خلاصي، وإلا كنت هلكت من ضمن الهلكة. فدي من ضمن البركات اللي بيستخدمها الرب في الألم، وأنا متأكد الله بيحول كل مر إلى حلم،
وكل شيء صعب يبقى سهل، بس خلينا نرجع ونستفيد من الظروف الصعبة اللي حوالينا. طيب أمين أمين. بس أنا يعني من فضلك تبقى معنا دكتور حليم حتى نتابع الحوار. أخ باسم، أنا ريلي يعني أنا حابب شدد على هالنقطة. الأخ دكتور حليم وضح لنا إياها أنه الألم وغيره وغيره، ونحن بحلقات متنوعة صرنا ذاكرين كتير عن موضوع الألم وغيره وغيره. بس أنا من فضلك حابب ركز على فكرة العظمة الإلهية بتحويل الأشياء، الحكم الإلهية كيف بتحول الأشياء، الحكم الإلهية كيف تقدر تقلب زي ما تقول الأمور رأسا على عقب. يعني مثلا بدي أعطي مثلا كلنا حافظينه، لما الشعب خرج من أرض مصر هاي وبعدين الفرعون ندم انه اطلق الشعب وقال لك شو عملنا نحن، اطلقنا اسرائيل من عندنا كانوا عم يخدمونا عبيد. فطبعا شعب الرب خرج، والرب بحكمه عظيمه قال له لموسى بتحول الشعب وخليهم ينزلوا بين جبلين مقابل بعل صفون، وبعدين اغلق عليهم. وقال له الرب لموسى، قال له فرعون رح يظن انه اغلق عليكم القفر. فأنا اللي بدي أتكلم فيه عن العظم الإلهية بترتيب الأحداث والحوادث، وبعدين الرب يشق البحر وهالشعب من لم يكن يتوقع أنه ربنا شو عم يعمل. يعني الأمور مغلقة علينا بها، وفجأة الرب كان عنده خطة مختلفة غير فكرنا غير توقعاتنا. في مجال ندخل بهذا السياق من فضلك؟ يعني أفكار الله عجيبة. أمين. الرب لما يتكلم عنه النبي إشعياء يقول لنا ويدعى اسمه عجيب. عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا أبا أبديا. احنا يمكن بنفكر بمنطق زمني، عمرنا قد ايه؟ عمرنا 20 سنة، 50 سنة، 70، مع القوة 80. طيب فما بالك بأبا أبديا أو أبو الأبدية الذي يرى الماضي ويرى المستقبل، إنه هو أمسا واليوم وإلى الأبد. نعم. اللي ما بيتغيرش، وفي نفس الوقت هو الأزلي وهو الأبدي، هو شايف الأمور من منظور مختلف. فإذا نحن الأوضاع المحيطة بنا تحكمنا، ونظن أنه قد أغلق علينا، لكن من فوق الرب بيبقى مرتب الأوضاع بطريقة أنه تخلينا ننتقل على الضفة الأخرى بعد ما عبروا بالبحر. وساعتها هناك في الضفة الأخرى ابتدأوا يرنموا. يعني اختبار جديد عظيم لم تستطع إسرائيل أن تنساه لغاية اليوم. أيوه نعم. صحيح. يعني هم كل في تفكيرهم أنه فرعون جاي وراهم. نعم. بالمركبات والفرسان، وفرعون جاي وناوي عليهم، قالوا ما فيش قبور في مصر، جايبنا علشان نندفن هنا في البرية. نعم. وكل تفكيرهم انهم هيموتوا، بس فين القبر؟ بينما تفكير الرب انه هياخدهم الى الارض التي تفيض لبنا وعسلا. طبعا ده بالنسبة للشعب الارضي زمان اللي كان بيفكر بالبركات الارضية اللي كان مديها ربنا، لكن الحقيقة ما كانوش حتى شايفين حتى البركات الأرضية دي، ما كانوش شايفينها. كانوا شايفين كل اللي شايفينه، استغلق عليهم القفر، اتقفلت الدنيا في وشهم وما فيش سكة يهربوا، وكل تفكيرهم ازاي نهرب. بس الرب كان في تفكيره انهم لن يعودوا يروا الأعداء مرة أخرى، وفرعون مكانه هو وجنوده أن يغوصوا كالرصاص في مياه غامرة وما يشوفوهوش تاني. وانتهت قصة فرعون وكل من استعبدوا شعب الرب في هذه الأيام. احنا تفكيرنا احيانا بيكون بنشوف احيانا كتيرة طفل صغير بيعيط لانه اتحرم من حاجة، ودي هي كل تفكيره في الدنيا، صار عنده يأس وإحباط وبيقوله للبابا والماما I hate you، بكرهك أنا للبابا، بيقوله بتعرف الولد إذا كان سبورد مدلل. تفضل. بينما في تفكير الأب مثلا والأم بمحبة شديدة عاوزين بركة وخير الطفل الصغير، احنا كتير قوي ما بنتعامل مع الأحداث ومع ربنا من منطق الطفل الصغير اللي مش فاهم. لكن خلينا نعرف ونسلم ان احنا النهاردة بنبص زي ما بولس الرسول تصدقه بيقول نحن ننظر الان في مرآة
في لغز، لكن لما هنوصل السماء هيبقى عندنا إمكانيات كبيرة في الاستيعاب. ربنا هيدينا إمكانيات أكتر، هنفهم حاجات كتيرة، ويقول لنا سأدرك الذي من أجله أدركني أيضا، المسيح يسوع. هبتدي أعرف حاجات كتيرة قوي، سأعرف كما عرفت. لكن دلوقتي إحنا مش عارفين، لكن نعرف إنه هو يعلم وهو يدبر وشايف لنا خطة عظيمة مدبرها لنا. رحلة عمر هو رسمها لنا. مش ممكن أبدا يكون اللي بيخططه الشيطان هو اللي هينجح. هل معقولة الشيطان ينتصر على ربنا؟ لا. خلينا نقول مع الرسول بولس: يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، وفي المسيح نحن أعظم من منتصرين. يبقى نثق في إله عظيم محب، نثق أن الأمور حتى وإن كنا مش شايفينها بطريقة صغيرة ستتضح بصورة أعظم وأكمل، وهنشوف الرب بيتدخل بطريقة عظيمة، لا بحسب منطقنا إحنا، لكن بحسب مطلق صلاحه وكمال حكمته. آمين. أشكرك جدا. بتحب تضيف بذات الموضوع أسيس فريق؟ لأنه موضوع أنه لما يغلق علينا أمر رهيب، صار في تذمر، صار في نوع من عدم إيمان، وتذمروا على موسى وقالوا له شو عملت فينا، شو عملت فينا، بمعنى أنت وإلهك ماذا فعلت بنا. عندما يغلق على الإنسان، على النفس البشرية، بعد معاملات الرب تعامل معهم بمصر بعشر ضربات يعني مع المصريين، وشافوا العظمة الإلهية، لكن ما أن أغلق عليهم، شوف كل شيء عملوا ربنا نسيوه. فخليني أخذ المكالمة بالإذن منك عشان ما تسقط، ونتابع في الموضوع ذاته من فضلك. أهلا وسهلا أخ أبو مهند، تفضل أخنا الحبيب. صباح الخير. صباح النور. صباح يسوع. تحية محبة. الرب يباركك. للأخ أمور وضيوف الكرام. الرب يباركك. إزيك أبو مهند؟ أحببت أن أشارك بهذه الكلمة البسيطة، أرجو منك أن تسمعها مني. تفضل. إذا سمحت بذلك. تفضل. هذا المسيح: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدلة إبليس وملائكته. أتساءل بيني وبين نفسي أن الأحشية التي تدور رحاها في هذا الشرق العربي في سوريا، العراق، فلسطين وغيرها، ومصر وليبيا وتونس، الأوراق مخلوطة بعضها ببعض. هل وهل وهل وألف وهل، من هو المذنب في هذه الأعمال؟ هل هو رأس الشر؟ هل هو إبليس وشياطينه وأتباعه ومن يسير في رقته؟ هل يأمر العناصر الصغيرة بتنفيذ أوامره ما يؤتمر به؟ هل من يحمل السلاح ويستعمله، أم هو الذي يعطي السلاح ويورد السلاح إلى ذوي النفوس المريضة بالخطيئة ولا يعرفون أي قيمة في الإنسان الذي خلقه الله على شبهه؟ أم من ينفذ أوامره وطلباته الشريرة؟ لأنه كما قال رب الملك يسوع: أنتم أبناء إبليس وأعمال أبيكم تعملون. لأنه ليس إبليس، بل هم أبناء إبليس الذين يعيشون فسادا. أخي الحبيب، أخي الحبيب أبو مهند، الخط عم بيقطع ومش عم بسمعك كويس. طيب النقطة اللي بتحب توصلنا إياها وبسرعة من فضلك. إن الأهم: بل هم أبناء إبليس الذين يعيثون فسادا في بلدان هذا الشرق العربي، ويصمتون على جرائم الإبادة الجماعية لأبناء هذا الشرق. يا من تحملون السلاح وتقتلون أخوتكم في الإنسانية، توبوا إلى رشدكم، لأن رب الملك قادم
قادم وبقوة ويقول اذهبوا عن جملاحين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. وشكرا لإصغائكم أيها الأخ العزيز. الرب يباركك، أشكرك جدا. طيب بنتابع السيس بذات السياق، مثل ما قلت أنه ما أن أغلق عليهم في القفر لبني إسرائيل بعد ما رأوا عظائم الرب في مصر، رأوا. ونحن في ناس كثير مسيحيين بيشوفوا وبيعرفوا أنه الرب يسوع قادر على كل شيء وهكذا، وفجأة بتلاقيهم صار عنده نوع من الإحباط. لكن طبعا احنا بنشكر الرب لأجل المسيحيين اللي بقوا ثابتين وصامدين وغيره، فوصلوا على القفر كما سمعنا وأغلق عليهم، فابتدوا يتزمروا. ما في قبور بمصر، ما كنا بدنا بمصر، ويا ريتنا متنا ولا شو خلقنا، ويا ريتنا ما خلقنا. فهذا التذمر هيدا بيخليهم يخلقوا تدابير أخرى، حتى أنه البعض منهم قرر أنه إذا بيقدر يرجع على مصر، لو فيهم يرجعوا على مصر بحالات التذمر أيضا. موسى نفسه سبق الشعب في نفس التصرف. نعم. لكن لولا نعمة الرب اللي صنعت منه موسى الرجل العظيم الذي لم يقم نبي مثله قبله ولا حتى بعده، زي ما بيشهد عنه الرب في نهاية سفر التثنية. موسى نفسه لم يقول عنه استفانوس في سفر الأعمال أصحاح 7 خطر بباله أن يفتقد إخوته، فخرج يشوف إخوته ويشوف أثقالهم، لقى واحد مصري بيتخانق مع واحد إسرائيلي فضرب قتل المصري وطمره في الرمل. وبعد كده اكتشف تاني يوم لما لقى اتنين إسرائيليين بيتخانقوا مع بعض، اكتشف ان الأمر عرف لدى فرعون، فاضطر يهرب، ضاق به الأمر. ده هو خارج علشان يفتقد إخواته، يا رب ده أنا عايز افتقد اخواتي، وعايز ساعدك وساعدهم عايز اساعدك وساعدهم، لكن تسمح لي ان انا اضطر اهرب، فهرب الى زي ما احنا عارفين الى كاهن مديان. لكن في النهاية لما الرب دعاه في سفر الخروج اصحاح 3، لما الرب دعاه وحب يتنصل، يس احنا بنشوف فيها انه موسى هنا مع ان الرب بيدعيه لكنه بيتنصل من الدعوة، مش عايز يروح يخرج الشعب زي ما الرب عايزه يعمل. لكن برضو انا بشوف فيها ان موسى هنا الرب صقله، خلاه انسان متضع. كان في الاول فيه شوية عنجهية، رايح خارج شاف اتنين بيتخانوا، واحد مصري وواحد اسرائيلي، فقتل المصري ودفنه. طب خليك يعني اتعامل يعني بلين شوية علشان تطلع الشعب من أرض مصر. لكن كان فيه عنجهية شوية، الرب صقله لما خلاه يطرد من أرض مصر بعيد عن إخواته ويعيش هناك في مديان. الشعب نفسه لما خرجوا من أرض مصر وضاق بيهم كم مرة تزمر على الرب، لسه يدوبك عبرين البحر، بحر صوف، وشفتوا العجائب اللي صنعها الرب بيكم. الرب أخرجكم، مشاكم على اليبس، وكانت المية سور ليكم على اليمين وعلى الشمال، وأغرق فرعون بكل مركباته في البحر. الرب صنع بيكم عظائم حتى ان الشعب ترنم، الرب قد تعظم، الفرس وراكبه ترحمه في البحر. يعني دي تخيل احنا كنا هنعمل زيهم بقى. يعني عظائم الرب صنعها بيهم. لكن بعد شوية لما عدشوا تذمروا على موسى علشان ما فيش قبور لينا، احنا تذكرنا قدور اللحم. احنا مين يعني تذكرنا قدور اللحم في مصر، وكأن الذل شافوه حاجة كويسة. لكن لما ضاق بيهم الأمر شافوا في الآخر يكفي أن الله بعد أن أخرجهم، يكفي أن الله أعطاهم الشريعة. دي كانت أعظم بركة للشعب من الرب، أعطاه بعد على طول بعد خروجهم من الأرض. وبعد كده طبعا القصة بتفصيل، لكن على طول الرب أعطاهم الشريعة. ولما أتذكر كمان أنهم لما عبدوا العجل وبقيادة
قيادة هارون، لكن الرب تغاضى عن كل الأمور دي. صحيح هو أدان الخطية على طول، لكن الرب تغاضى برضو لأن الرب رحيم ورؤوف. في سفر أعمال الرسل لما حصل ضيق واضطهاد على الكنيسة، المؤمنين تشتتوا، لكن شكرا للرب الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. فالرب بيستخدم كل الأمور لخيرنا كمؤمنين، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. بنتذكر المؤمنين اللي بيسجل عنهم سحابة الشهود في الرسالة إلى العبرانيين أصحاح 11، تاهوا في براري ومغاير وشقوق الأرض وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، لكن الرب استخدمهم فتنوا المسكونة. وشفنا الملايين جات نتيجة تبشيرهم، طبعا اللي توضع الأساس بتبشيرهم، وما زال الأعمال الرسل ممتد، وما زال الخدمة ممتدة. الشرارة البداية اللي بدأها طبعا الرب يسوع المسيح عن طريق الرسل اللي أرسلهم، شافوا المرار، أسسوا أهو ده الدم الحقيقي اللي دم الشهداء اللي كان بذار، زي ما بيقولوا بذار الكنيسة اللي اتزرعت بيها. صحيح. هو بذرة الكنيسة طبعا دم الرب يسوع. دم الرب يسوع. صحيح. لكن الرب استخدمهم، ولع الشرارة بيهم، ايد الرب طبعا، وما زالت الخدمة ممتدة حتى الآن. والأساس الآلام والضيق اللي اجتاز فيه المؤمنين. احنا عارفين ان سفر أعمال الرسل ملهوش نهاية. ما زال الرب يعمل حتى الآن. مجدا للرب. أشكرك جدا. منتابع مع الدكتور حليم من فضلك. دكتور حليم أشكرك جدا لأجل المتابعة معنا. من فضلك عم تسمعني؟ سامعك. أشكرك جدا. بذات السياق بتحب تعلق تعليق سريع قبل ما ننطلق بموضوع آخر من فضلك؟ الحقيقة الحادثة اللي حضرتك تفضلت وقريت عنها في سفر الخروج أصحاح 14، لما يقول وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم الحيروس بين مجدل والبحر أمام بعل صفون مقابلة وتنزلون عند البحر. واضح كده أن الرب هو اللي قاد شعبه أن يجي ما بين البحر وبين مجدل. يعني الرب حطهم، إنجاز التعبير إنسانيا أقول، حطهم في المأزق. بس الرب أتاري قصده يظهر شيء رائع وعظيم من هذا الشيء اللي هو صرح بيه واتكلم بيه. يقول في عدد 3، فيقول فرعون عن بني إسرائيل هم مرتبكون في الأرض، قد استغلق عليهم القفر وأشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم. وتيجي عبارة جميلة، فأتمجد بفرعون وبجميع جيشه ويعرف المصريون أني أنا الرب ففعلوا هكذا. طبعا كون الرب يقول أتمجد بفرعون ويعرف المصريون أني أنا الرب، ده إعلان إلهي أعلانه صحيح لموسى، لكن هل الشعب يدرك ذلك إطلاقا؟ في حدود الإدراك والمعرفة الشعب كان بيتصرف، لكن رجل الله موسى كان يدرك عظمة الرب التي اختبرها في كل ضربة ضربت بها أرض مصر، وكيف تقسى قلب فرعون، وكيف أكمل الرب في قساوة قلب فرعون. ولذلك في نفس الأصحاح أصحاح 14 يكررها مرة تاني، أتمجد بفرعون ويعرف المصريون أني أنا الرب. ولذلك الرب قصد ذلك. إيه القصد؟ صحيح أن الشعب هيخلص من الضيق، لكن لابد أن يعرف الرب عند كل المصريين. فالرب أحيانا يضغط على شعبه ويشوف الكوارث والألام اللي بتدمي القلب، لكن أنا عندي إيمان وراء هذه الأمور الله يريد أن يعرف فرعون الذي لازال حتى الآن، وأنا أقصد الذين يتشددون ضد الله ويقفون ضد إنجيله، الله يعلن عن ذاته لهم ويتمجد بقوة غير عادية من خلال هذه الظروف التي تحدث. يعجبني كتير في أيام يهوشافاط لما اجتمعت شعوب لمضايقته وشن الحروب والهجوم عليه، نرى في سفر الأخبار الأيام الثاني
وأصحاح 20 إن لجأ إلى الرب، صرخ إلى الرب، وده اللي أنا عاوز أوصل ليه. إن كان الرب يفعل كل شيء دقيق وبخطة إلهية رائعة، لكن يجب نحن أن نلجأ لزوءا كاملا ومطلقا إلى الرب. ولذلك يهوشافاط صديق لجأ إلى الرب وصلى وذكر عهود ووعود الرب والبيت الذي فيه يعلن الرب عن حضوره. كانت النتيجة أن الرب أرسل نبيا رائي اسمه يحزائيل اتكلم بكلام جميل، وبعد هذا الكلام الجميل وقف يهوشافاط وقال: اسمعوا يا يهوذا وسكان أورشليم، آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا، آمنوا بأنبيائه فتفلحوا. بعد كده في تسبيح وفي ترنيم، لكن تيجي عبارة تشوف عظمة الرب، مش بحر يغرق فيه فرعون ومركباته أو المركبات الحديدية بتاعته، لكن نقرأ كلام يقول: وقام بني عمون ومؤاب على سكان جبل سعير ليحرموهم ويهلكوهم، ولما فزعوا من سكان سعير ساعد بعضهم على إهلاك بعض. إزاي الأعداء تتحول على بعضها؟ وإزاي يضربوا بعض؟ دول كانوا متحدين ضد شعب الرب، لكن إزاي يتقلبوا على بعض وساعد كل واحد فيهم لإهلاك الآخرين؟ على أي حال، هو أمس واليوم وإلى الأبد، وستحكي الأيام ويحكي التاريخ عن عظمة هذا الإله الذي يرى ظلم المسكين. عشان كده إذا رأينا ظلم المسكين لا نرتاع، لأن فوق العالي عاليا وفوق الكل الله يلاحظ، شايف كل حاجة، مش حاجة غايبة عنه، وهيخلي من الآكل يخرج أكلا ومن الجاف يخرج حلاوة. بس علينا نلجأ إليه ونحن نثق أن قدرة الرب فائقة وعظمته بلا حدود، ولابد أن يظهر الحق في وقته. طيب انا فعلا يعني بشكرك، لانه النقطه اللي دخلنا منها، وهذا ما انا يعني فعلا اريد ان اظهره، انه الرب جبار، ومكتوب عنه الرب رجل الحرب. يعني البعض بظن انه كانه الرب ضعيف والرب لا يستطيع ان يتصرف، فهذا اللي انا كنت بدي اوصل له، انه الرب يستطيع انه يخرج من هذه المشاكل ومن خلال هذه الهجمات بركه، اما الانسان الشرير يتعرف عليه او الاشرار يفنون بعضهم بعضا والرب يتمم امرا مقضيا به. رح باخذ مكالمه احبائي ومنتابع بعد قليل. معنا الاخ يحيى من امريكا. ناسف اخ يحيى لاجل انه انقطع الخط في البدايه، لكن اشكرك لانك عاودت الاتصال. اهلا وسهلا بك اخ يحيى. اهلا، خلينا نقول لكم جود افترنون. الرب يبارك. شو اللي حصلت؟ بدي اسالك سؤال بس. فضل. يعني مش عارف، احنا بنبحث احنا موضوع اليهوديه، سؤالين صغار. السؤال الاول، انت ما شاء الله عليكم كلكم دكاتره، هل قراتوا التلمود؟ وايش التلمود يعني افكاره، بما انه هو كتاب يهودي؟ النقطه الثانيه، هل شفق الاله على اليهود واوجد منهم اله؟ سوري، من فضلك تعيد السؤال الثاني، من فضلك تعيده اخ يحيى. هل هناك شفقة من الإله على اليهود، بما أنهم كانوا دائما متنمرين عليه؟ قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون، حسب فكر الإنسان الديني. فهم دائما كانوا يعني معارضين، يعني حتى أنت لو تقرأ الكتاب المقدس العهد القديم، شو تفكر في معارك، في ذبح، في سلخ، ما كانوا شعب يعني سهل جدا. فهل هل شفق عليهم الإله وأوجد منهم المسيح اللي هو يهودي، ولا مش قادر يعني أحط أنا النظرية أو الفورمولا؟ شو يعني هل شو المعجزة الإلهية اللي إجا منهم؟ بما أنه شعب يعني شو المسيح كان مختلف عن كل بشكل عام، يعني احنا كنقول اغلبيه من نقاط حلوه، بس نقاط حلوه. بس عندك سؤال حول الموضوع الذي نحن نبحثه الان، انه كيف الله بيحول الامور، بيحول الاوضاع، يخرج من الاكل اكلا ومن الجاف حلاوه، كما هو مكتوب. ورح نتكلم عن الموضوع قليل بعد قليل. الله قادر ان يقلب الاوضاع راسا على عقب للخير، الله قادر ان يخرج من الازمات. طبعا يعني الانسان اللي خلق الارض، طبعا اللي خلق السماء
والارض واللي خلق الحياه. صار معك اختبار بهذا الموضوع مثلا، انه كيف الرب بدل امورك من 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 حاله شر وياس وخراب الى انك اختبرت مثلا يد الرب الرفيعه في حياتك، اي شيء من هالقبيل؟ والله يعني احكي لك بصدق، يعني انه هذا الشيء احنا كنا بنمر فيه، واحيانا تعرف يعني الانسان ممكن يضعف ايمانه ويمكن يقوى ايمانه. نعم. يعني هذا التجارب الانسان مر فيها، وهناك اثر يعني. يعني احدى المؤمنين قال لو ربنا قال حط كل الناس بهالسنة ما عدا واحد لاعتقدت انه انا، مع انه هذا كان يصلوس ولا اخذ يعتقد كيف ما كان يفرق الكلمه. فعمليه انه عمليه الاختبار بين الانسان ورب، هذه تعرف العمليه في الامور في اواخرها. طيب. الامور في الوقت يعني مش في الوقت الحالي. طيب. الانسان ما بقدر يختبر الاله، ما بقدر يختبر شيء خلقه وشيء يعني بيعرف عنه اكثر منه. يعني انا لو عندي مدرس انا أشكرك ما بقدر اختبر المدرس، المدرس بده يختبرني. طيب طيب انا اشكرك جدا اخي يحيى، ورح نجاوب قليلا بسرعه على موضوع التلمود لانه نحن مش موضوعنا، بس رح نجاوبه بسرعه. اشكرك جدا، اشكرك جدا. طيب موضوع التلمود طبعا هو كتب لليهود او كتب، لكن هو ليس وحي، يعني مش مكتوب بالوحي، هو مجمع، وبذات الوقت كتب بيقولوا انه كتبوه ببابل بايام السبي، وبعدين ابتدوا شوي شوي يجمعوا. ليش الله عم يعطي شفقه نحو هذا الشعب؟ وهو طبعا بيقول لهم انه لاجل ابراهيم واسحاق ويعقوب، لاجل الاباء. وموسى بيقول لهم انه الرب احبك لاجل ابائك، يعني لاجل الاباء. موسى بيقول لهم، بيقول له ليس لانك انت افضل من سائر الشعوب احبك الرب والتصق بك، بل لانه الرب احب ابائك. والرب وافي في العهد، لما الرب بيعطي وعود وعهود الله يلتزم بها. يعني مثلا لما أنا ببقى عم صلي لأجل أولادي، يمكن يكونوا أولادي أشرار، لكن لأجل أنه وعدني بأنه آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص به أنت وأهل بيتك، وعدني الرب فأنا أتمسك بالوعد. فالرب بيشتغل على أولادي ليل ونهار لأنه الرب أمين على وعوده، والله بيحبني، الله بيحب المؤمنين وبيحب أنه يتعامل مع الأولاد اللي هم طبعا في بيوتهم. نفس الأمر تعامل مع إسرائيل، والرب أعطانا نموذج هذا الشعب الصعب، هذا الشعب الذي كان باستمرار متذمر. وقال له الرب لموسى متذمر الشعب في البرية بشكل رهيب، لم يسمح أن يدخل أي واحد منهم فوق ابن 20 سنة وصاعدا، بل أدخل الذين كانوا هم أولادهم من تحت 20 سنة ونزول. مات الجيل الأول وبعدين دخل أولادهم إلى أرض الموعد، وابتدى يتعامل معهم حتى يرينا الله كيف يتعامل مع الجبل البشري وكيف طول أناته ومحبته، رغم أننا جميعنا في الموازين إلى فوق. فهذا شيء طبيعي. فلماذا يأتي منهم المسيح؟ هو الرب رح يجي من، يعني شفت لو إجا الرب من اللبناني، ما نحن اللبنانيين مش هينين. لو إجا من السوري كان السوري مش هينين، مع احترامي لك. لو إجا من المصريين كمان المصريين مش هينين. يعني ما كان في فرعون وشعبه شو كان هينين فرعون. فمن أي شعب يجي بده يكون في وضع صعب. ليش؟ لأن الإنجيل بيقلنا أنه الإنسان قلبه شرير منذ حداثته، يعني من فجر التكوين الإنسان سقط وقلبنا شرير. فبده يجي المسيح، فاختار الرب أن يأتي من نسل إبراهيم وأسحاق ويعقوب، وهكذا تم مواعيده. أخ باسم، ممكن أضيف حاجة على الحتة دي؟ تفضل. شكرا. الناس بتفكر أن إيه ذنبي علشان أنا أدان بسبب خطية آدم. نعم. هو محد الله لن يدين أحدا بسبب خطية آدم، كل واحد بيدان بحسب أعماله. فتحت أسفار فيها الأعمال، دين الأموات بحسب أعمالهم في سفر الرؤيا صح 20. السؤال بتاعه، اليهود هم ناس شعب متمردين وحشين. نعم، اليهود وحشين والمصريين وحشين واللبنانيين وحشين وكلنا أولاد آدم. ما فيش، كلنا أشرار. والكتاب المقدس بفهم القديس بولس بيقول أنه يعني الجميع زاغوا فسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. نعم، دي تتذكرت في العهد القديم مرتين، في مزمور 14 ومزمور 51 وبرومية 3، واقتبسها الرسول في رومية 3. نعم. يعني كم مرة بيأكد الكتاب المقدس أننا كلنا أشرار. لو الرب اختار المصريين علشان يجي منهم المسيح كانوا يعملوا زي الإسرائيليين وممكن أوحش وحبتين. فالكل الكل كلنا أشرار وكلنا نحتاج إلى خلاص الله في المسيح يسوع، واللي هيدخلوا السماء لشعب إسرائيل
ولا الشعب المصري ولا أي شعب، إلا يدخل السماء الذين غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. إن لم تولد من فوق لن تقدر أن ترى ملكوت الله. أنا أشكرك. ده الحاجة الضرورية لكل أشكرك. إنسان. أشكرك. رح ناخد التعليق الأخير مع الأخ باسم وبعدين ترنيمي فاصل، يعني ناخد ترنيمي وبنرجع للأحبة. أخ باسم تعليق سريع حول الأفكار اللي تناقشناها، بتحب تحط نقطة سريعة أو أنا أحط موضوع؟ بس أنا خايف أحط موضوع وأعلق فيه وطول فيه. لا ممكن تحط موضوع. طيب أوكي. فإذا نحن بنشوف أنه الوضع اللي أنا عم بمشي فيه في الحلقة ليس موضوع الألم وليس موضوع الضيق، لكن أنا بهمني أني شوف عظمة الرب في يد، يعني يد الرب في الأمور كيف يحول. يعني مثلا يقول أنا حاطط عندي بعض الآيات، مثلا 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 عم حاول أفتش عليهم. أوكي. مثلا بمزمور 114:8 بيقول أنه الرب المحول الصخرة إلى غدران مياه، الصوان إلى ينابيع مياه. من الصوان بتاخد ماء؟ مش معقول. وبعدين بإشعياء 61:3 لأجعل الرب، طبعا مجيء المسيح بيقول بغير الأمور، لأجعل لنائحي صهيون لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد. واحد قاعد بالرماد وشكله بسبب اليأس والرماد يعني مشوه، فجأة الرب بيعطي جمال عوض عن الرماد، وبيقول ودهن فرح عوضا عن النوح ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة إلى ما هنالك. فالرب يعني أنا حاطط عندي آيات كتير حلوة، الرب يحول هذه الأمور. القدرة الإلهية في تحويل الأشياء مثل ما قلنا نحن، يخرج أو خرج من الآكل، من الآكل خرج أكلا ومن الجاف حلاوة، مع أنه هاي الآية طبعا فين نستخدمها على حالات متنوعة. تفضل. بتسمح لي أخذ مكالمة؟ عم بيقول المخرج رح تسقط المكالمة إذا خطأ. طيب. معنا بنت الملك من سيدني. أهلا وسهلا بنت الملك. مساء الخير قزيون. أهلا بيكي. مساء الخير على ضيوفك الأفاضل والقس حليم حسب الله، ربي يبارككم والحلقة رائعة جدا. الرب يباركك. قزيون ممكن أعمل مداخلة إلى علاقة بموضوع الحلقة؟ نعم تفضلي. أنا من خلال البرنامج بدي أقدم شكري لداعش لما فعلته. شكرك لداعش حقيقة قزجون. نعم. لسببين. نعم. وهو في لعدة أسباب لكن لسببين رئيسيين. نعم. وهذول سببين لهم علاقة بموضوع الحلقة هذا. نعم. اليوم. نعم. السبب الأول أنا افتهمت عليك، أنا افتهمت عليك بس أنا وضحي لي إياها لأنه ممكن يفجروا الحلقة. تفضلي. لا قزجون. لأنه السبب الأول قزجون بينونا يعني قديش ما كنا احنا الناس الجايين الخاطئين من الاضطهاد وجايين نتكلم لاولادنا وخاطر الجيل الخلقان بهالبلدان الغربيه، كنا بنحكي لهم على الاسلام هيك عملوا باجدادنا باهالينا ما كانوا يصدقوا، كانوا بيقولوا هاي حلق يعني هاي اشياء فرديه ممكن تصير ايمن بالغرب ممكن تصير بين المسيحيين، ما كانوا يصدقون لانه ما كان في مخهم نهائيا في بالهم بانه اكو الله في إله هيك بيعمل، فكان مثلا يقارنوها بالمسيح فكان يستبعدون الفكرة. نعم. فأشكرهم للسبب الأول بينونا الإسلام الحقيقي اللي ما ممكن كنا نقدر نوضحه للغرب، ما ممكن لا محاضرات ولا أي شيء، لكن هم بينوه فعليا وعلى مر العالم وعلى شاشات التلفزيون وعلى الإنترنت، خلى هذا الإنسان ما كان يصدق خلى يشاف بعينه. بس لسه الإسلام المعتدل بيقول لك مش هذا هو الإسلام اللي أنتوا شايفينه. وكل واحد يقول هذا المعتدل، هذا المعتدل لأنه إنسان محترم. نعم. هذا المسلم المعتدل لأنه إنسان محترم ويحترم، لكن لما يتقرب على الكتاب ويلتصق بكتابه ويطبق على كتابه لا راح يتحول إلى أكبر إرهابي. أوكي. السبب الثاني يعني أصدق تقولي أنه المشكلة في الآيات القرآنية اللي بتعلم القتل. نعم نعم. طبعا قلت لما أنا أقرب كتابي لما يكون المسيح من ضررك على خدك الأيمن تعرض له الآخر، إذا من الصغر أنا يعني إذا فاتحة عيني متعلمة على هذا الشيء تختلف عن واحد القاتل وقاتلهم أذكر قزجون إلى علاقة كيف ما له علاقة الآن. صحيح نعم. والسبب الثاني قزجون بدي أشكر داعش عليه. يعني بيشكر يعني خلونا بيشكرهم لهذا الشيء، خلونا نعرف بأنه واو إحنا أدنى إله
كيف خلوا يعني أدنى إله عظيم ممكن كانوا كثيرين غافين عنه ما عارفين بقيمته، لكن نشكركم لأنكم علمتونا واو إله سور إله عظيم إحنا عدنا خليتونا حتى الإنسان اللي كان غافي اللي كان نايم اللي كان بعيد خلاه حسسهم. نعم ضربة شديدة وضربة قوية كانت، بس نشكر الرب لأن هم أمر رب أنقذهم من هذا، يكفي بأنه أنقذ أرواحهم. هللويا. يكفي بأنه أنقذ أرواحهم. ليش ما كان سارق الجن؟ أنا شفت اليوتيوب بسوريا كان مقفين شاب مسيحي فسألينه أنت مسلم ولا مسيحي، كان قال أنا مسلم، سألونه ما أعرف على عدد الركعات ما أعرفه وقتلوه. شوف يا خسارتك أنت خسرت الأشياء وقتلوك، ذكرت المسيح بس هم قتلوه. فهذا الجن يعني خلونا لهم يكفيكم فخر بأنه رب أنقذكم أنقذ أرواحكم. فيا نايم اصحى بأنه رب المجد قريب. آمين. هاي إلى علاقة حولت نوح إلى رقص. نعم حولوا هذا نوح إلى رقص، حولوا هالمصايب وهالمشاكل في بالعراق، خلونا نعرف الإلهنا. خلونا نتمسك، اللي ما كان اللي كان غافي خلي يصحى يعني. نعم كلنا كنا بس كانوا مسيحيين بالاسم ولكن الرب ما بدو كل اسم، مثل ما كان تعاملات الشعب مع الشعب كان بفترة فترة يبعث لهم آشوريين كلدانيين موعابيين يهزم بينهم فترة فترة. كم هذا صار إحنا أنا للشعب العراقي من خلال الحروب أثر الحديث ولكن كل ما كانوا غاسمين. هذه كانت ضربة، فنشكر الرب لأنه من أجل صح هو كان نوح لكن رب له من رب حوله رب حوله وسيحوله. رب حول المشاكل الى فرح وسيحولها الى فرح. طبعا طبعا انا اشكرك جدا حتى استفيد بعد من الوقت. مضطرين ناخذ الترنيمه قبل ما نرجع نراجع اخ باسم. انا اشكرك جدا احبائي. قبل ما ناخذ الترنيمه مثل ما سمعنا من بنت الملك وفعلا في نقاط رائعه، نحن نشكر داعش طبعا مش عم نشكرهم لاجل القتل، بس هي قصدها انه الاخت عم نشكر داعش لانه كشف حقائق مهمه جدا، وهذا الامر فعلا يعني لازم نستفيد منه. لو انه في شر لازم نستفيد منه بالاسراع الى الله، وبذات الوقت الشخص اللي موهوم بعقائد متنوعه وصلي بكل قلبي انه يستفيق من الفخ قبل ما يطبق عليه للنهايه ويذهب الى هلاك ابدي. محتاج ترجع للرب وتقول له يا رب انت الرب الطيب الحنان المسالم الذي تعلم المحبه في الكتاب المقدس محبه. طبعا العهد القديم كان عهد لبني اسرائيل خاصه تحت زمن ناموسي وكان لهم ترتيب خاص مع شعوب الاراضي، لكن الرب ما كان طالب منهم يروحوا يعملوا فتوحات ويقتلوا الناس، كان في دينونه على شعوب الاراضي فقط في ارض كنعان، وهذا كان منوط فقط ببني اسرائيل، اكثر من هيك ما كان فيه. في العهد الجديد نحن في عهد نعمة وسلام ومحبة لجميع الناس، ونصلي لأجل داعش وغيرهم حتى ربي يباركهم ويرحمهم ويردهم عن غيهم. أحبائي فاصل ونعود بعد هالترنيمة. مرة تعبد مرة تسند مرة تسدد وانا وياك، والمرة تتدلم مبعد ارجع والقاك ما نسيتنيش ما فارقني ابدا احسانك ده ما فارقني ابدا ابدا احسانك ما فارقني من وانا لسه فرح بالقوم الرحمه شالتني وما سابتني ما فارقني ابدا احسانك ده ما فارقني من وانا لسه فرح بالام الرحمه شالتني وما سابتنيش وما بلاقي النفس انهارت تحت رحايه شك وضيق والنوم هارب مني بطالب وجهك واصرخ ما تسيبنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش
وانا في القارب في الموجة وبالريح والخوف وابقى بنازع في أزع رابع تيجي تدافع عني أعيش ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ما فارقنيش ما فارقنيش أبدا حنانك سير سبني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش دوب قلبي حنانك سيدي سبني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد حب ما بينتهيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه فرح بالقوم الرحمه شالتني وما سابتني ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه فرح بالقوم الرحمه شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ما فارقنيش من وانا لسه فرح بالقوم الرحمة سابتني وما سابتني رب يبارككم أحبائي من جديد برحب فيكم بحلقة اليوم أحبائي كما أعلنا في البداية حللت مسحي وبعدين بيقول حولت فرحي حولت نوحي إلى رقص لي الترنيمي بتقول إنه أو المزمور 30 بيقول إنه الرب حول النوح إلى رقص وهذا عنوان حلقتنا اليوم ببرنامج أكثر من رأي طبعا أحبائي معنا ضيوف أحباء ونشكر رب من أجلهم بعرف عليهم بسرعة من جديد معنا حضرة الأسيس الفاضل في إسكندر معنا حضرة خادم الرب باسم ساويروس ومعنا على سكايب وصورة من الأوفرسيز من يعني عبر البحار لأن نحن بسيدني معنا خادم الرب الدكتور حليم حسب الله فمنتابع مع الأخ مع الأخ باسم وبعد قليل نرجع للأخ حليم بنعمة رب فكنا عم نتكلم عن موضوع انه كيف الله يستطيع ان يحول او يخرج من هذه الصخرة الصماء ها يخرج غدران ماء او 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 يعني كيف ممكن الرب يقدر يحول الازمات بهذا الشكل اللي يعني انت عم تطلع على صخرة يابسي كيف من الصخرة اليابسي بده يخرج مياه فتفضل من فضلك هيك صورنا اياها ومن تمثل هذه الصخرة غير الازمة اللي قدامنا يعني احنا عارفين لما عطش الشعب نعم وما فيش مية وهم كانوا في صحراء في برية سيناء مش قادرين يتحركوا انت عارفين ان الشخص في حرارة جو زي حرارة صحراء سيناء ما حدش يقدر يتحرك من غير ما يشرب مية وكان بتعتبر مأساة لكن الرب ادى موسى الطريقة قال له تاخد عصاك وتضرب
الصخرة فهيخرج مية. الناس بتستعجب، لكن وقف موسى ومعاه من شيوخ بني إسرائيل وضرب موسى الصخرة فخرج ماء غزير وشرب الشعب. كانت معجزة. الناس مش فاهمة ايه ده، لكن يقول لنا الرسول بولس في العهد الجديد ان الصخرة تابعتهم والصخرة كانت المسيح. بطريقة رمزية كانت صورة لشخص المسيح العظيم. شخص المسيح اللي يقول لنا عنه الكتاب هو الصخر الكامل صنيعه. صحيح بطرس يقول لنا عنه انه مش كل الناس فاهمة انه صخر بالنسبة لها. في بعض الناس هيأمنوا بيه، هو الصخر اللي عليه بني الإيمان، لكن بالنسبة لناس كتيرة رفضوا المسيح هو صخرة صدمة وحجر عثرة لكل من لا يطيعون صوت الرب. خلينا ناخد بالنا ان المعجزة اللي حصلت في العهد القديم وهي رمز لأعظم عمل بيعمله ربنا في العهد الجديد، صليب المسيح، المسيح اللي ضرب من أجلنا، المسيح اللي اتصلب من أجلنا. يمكن الناس كتيرة ما كانتش فاهمة، كانوا بيستهزأوا بالمسيح، كانوا زي ما شفنا عسكر الرومان لما تفلوا عليه تفوا عليه، لما شفنا أن الجنود استهزأوا به، لما شفنا العبيد والخدام كانوا يستهزئون به، وحتى اللي بيمروا كانوا قدام الصليب بيقولوا له خلص آخرين أما نفسه فما يقدر أن يخلصها. كان المنظر هكذا مرعب. حتى اللي كانوا مصلوبين على الصليب جنبه بيقولوا له إن كنت ابن الله فانزل من على الصليب وخلص نفسك وإيانا. المشهد مشهد مؤلم وكأنه مشهد هزيمة، لكن في مشهد الهزيمة هذا كان هناك أعظم انتصار حققه الله عندما مات المسيح حاملا خطايا البشرية ليقدم خلاصه ومحبته. كتار من اليهود، كتار من اللي كانوا موجودين في الوقت ده ما فهموش، لكن كان هذا نقطة الخلاص وأعظم خلاص قدم للبشرية. إن كان بنشوف أمور مش فاهمينها النهاردة، لكن نعرف أن الله العظيم، دعونا أن لا ننظر للأمور من منطق بشري قاصر. إحنا بنشوف الأمور من منطقنا إحنا، لكن الله كان مرتب ترتيب عظيم. حتى التلاميذ ما كانوش فاهمين في الوقت ده، بيقولوا وكانوا هم زعلانين قوي، بيقولوا كنا نظن أنه يفدي إسرائيل، لكنه اتقبض عليه وصلب وسمر على خشبة، وهم زعلانين قوي، لكن اكتشفوا أن المسيح قام وأنه أسلم كان من أجل خطايانا وأنه أقيم من أجل تبريرنا، وأن هذا طريق الله الخلاص العجيب لما دفع أجرة الخطية على عود الصليب. النهاردة المسيح مش بس بيخلص من الخطية، لكن بيخلص كمان من كل الظروف، ونحن نستطيع أن نستخلص الدرس. أن إن كان هناك صخرة قد ضربت لكن كان فيها ارتواء وشبع للشعب، هناك أيضا خلاص للرب، الرب يقدمه لكل نفس، لكل نفس تأتي إليه وتختبره. أنا عايز أقول إذا كنتوا بتشوفوا أن الظروف اللي بتحصل في بلادنا وشرقنا العربي مأساة، لكننا نستطيع أيضا أن نقول أنها بركة. ليه؟ لأن الرب عاوز النفوس تيجي ليه. كل واحد كان مشغول في شغله وفي ظروفه وفي أحواله، هبص نلاقي تعالى للمسيح النهاردة، واعرف أن الرب لما يسمح بده كله قاصد أنه خلاص ليك. فمشهد الضرب الذي يحدث في بعض الأماكن نعرف أن الله يستطيع أن يحول هذا المشهد المؤلم والمؤسف إلى مشهد بركة. لكن دعونا نطلب من ربنا، نقول له قصدك إيه في كل اللي بيحصل. لم يفهموا قصد الله في أن يموت المسيح، لكن كان هناك
بركة وفداء البشرية. وإحنا بنقول في ظروفنا النهاردة قد لا نفهم ونستوعب، لكن لما نفتح كلمة ربنا ونقعد قدام المكتوب، لما نقرب من ربنا ونصلي ونطلب وجه الرب ونقول يا رب عرفنا ليه ده كله بيحصل، انت عاوز بركتنا بالتأكيد، احنا بنثق في صلاحك وفي أمانتك، النتيجة هتكون بركة. أشكرك جدا. اسمحوا لي من فضلكم أخذ مكالمة معنا بنت الرب من سيدني. أهلا وسهلا بنت الرب. أوكي، عم بيقول المخرج أحبائي أنه فقدنا الاتصال. طيب من فضلك تعاودي بنت الرب الاتصال بنا وحتى ناخذ منك تعليق. أحبائي كما قلت أنه إذا عندكم تعليق خاص، اختبار عن عظمة الرب الذي أخرجكم من شدة معينة وأخذتوا فيها درس رائع، أرجو أن تشاركونا بها ولو بكلمات قليلة. دكتور حليم، منتابع معك بخصوص أنه كيف الرب يخرج من الآكل أكلا، يعني الأزمات مش ربنا مش عم يودي أزمات، كما قلت حضرتك والأخ باسم والأسيس أيضا، أنه الأزمات لها أهداف معينة. ورد حادثي بالعهد القديم مع شمشون، وطبعا هي تفسير لاهوتيا يعني لها تفسير آخر، بس ظاهريا لها تفسير بيقول أنه شمشون هو ونازل من 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 دياره إلى محلة أو إلى 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 تمنة بمنطقة الفلسطينيين، بيقول قابلوا شبل أسد، يعني معافى تماما، يزمجر للقائه، فحل عليه روح الرب فشقه كشق الجدي وليس في يده شيء، ولم يخبر أباه وأمه بما فعل، فنزل وكلم المرأة اللي حبه فحسنت في عيني شمشون، ولما رجع بعد أيام لكي يأخذها مال لكي يرى رمة الأسد يعني الجثة الباقية، وإذا دبر من النحل في جوف الأسد مع عسل، فاشتار منه على كفيه وكان يمشي ويأكل، وذهب إلى أبيه وأمه وأعطاهما فأكلا ولم يخبرهما أنه من جوف الأسد اشتار العسل. تعليقك من فضلك دكتور حليم، لأنه موضوع الأسد كان هون إشارة لهجم رهيبي، والبعض يقول كان تحذير من الله لكن لم ينفع، إنما بعدين أخذ منها عسل، فبتحب من فضلك تشرح لنا الفكرة كيف يتحول هذا الشبل إلى عسل، وما هو الرمز الروحي أيضا؟ واضح أن الأسد حيوان مفترس، وكونه يخرج لشمسون رجل الله اللي جه في سحابة الشهود في رسالة للعبرانيين أصحاح 11، واحد من أبطال الإيمان. نعرف أن الأسد أساسا الإنسان أمامه ضعيف وفي غاية من الضعف المطلق، لكن في نفس الوقت الرب حل قوته أو روح الرب حل على شمشون، فكانت النتيجة أن الأسد الحيوان المفترس والذي له قدرة على افتراس الفريسة لم يقف أمام شخص امتلكه روح الرب، بل زي ما نعرف شق، وبعد ذلك من نفس الأسد لقي العسل، لقي العسل. وأقدر أشوف فيه يعني جوانب كتير، بس أذكر جانب من الجوانب، أن إحنا في رحلة الحياة كمؤمنين بنتعرض إلى الأسد، الوحوش المفترسة، وأنا لا أقصد الوحوش المفترسة مجرد حيوانات مفترسة كالأسد أو النمر أو الدب، لكن الإنسان في طبيعته الوحشية على الأقل لا يرضى بالمؤمن، بل يريد أن يفترس المؤمن. واللي يرى الكتاب المقدس ما يقراش أبدا أن في مؤمنين قاوموا الأشرار، بل المؤمنين بيحبوا الأشرار، والمؤمنين بيقدموا بشارة الأخبار السارة للأشرار، لكن في نفس الوقت بنشوف الأشرار هم اللي بيهجموا على المؤمنين. يعني شوف إيه اللي تعامل مع بولس الرسول، تعامل مع بطرس الرسول، تعامل مع قديسين أفاضل. وحشية الإنسان كانت تريد أن تفترس يعقوب أخو يوحنا، قطعت رأسه ولم يفعل شيء، ده رسول من الرسل، بطرس اتوضع في السجن وهكذا. لكن هذه الأمور كلها رغم وحشية الإنسان وتعرض المؤمنين للألم،
لكن الله حول هذه الآلام للبركة زي العسل تماما. يحول كل شيء، يظهر الرب عظمة شخصه، قدرة شخصه، محبة شخصه، نعمته المتفاضلة، فيحول كل شيء لخير الإنسان. بدلا أن يفترس الأسد شمشون، لكن شمشون قتله، بل من الأسد وجد شمشون العسل، لما زي ما عرفنا الكتاب المقدس. عاوز أقول مرة تاني إن الله يحول كل الأشياء لخير المؤمنين، وإن بدت الأمور أصعب ما يكون أو الظروف مظلمة وكأننا في طريق مظلم، لكن الرب في النهاية ينير الطريق، ونكتشف روعة الرب وشخصه وعظمته ومحبته وجلاله وقدرته تعمل لخير المؤمنين. فهو يعمل لصالحنا باستمرار وليس لضررنا. ببساطة كده هقول حاجة صغيرة. احنا عارفين ان البشر ينقسموا الى فريقين، سواء في العهد القديم او في العهد الجديد، بنشوف ان الاشرار في فئة وشعب الرب فئة تانية، او بقول الخطاة فئة والذين ولدوا من الله فئة اخرى. الله بيعلن روعة شخصه وعظمة شخصه في هذا الامر بشكل غير عادي لخير شعبه ولخير الخطاة ايضا. يعني زي ما قلنا ان الرب ضيق على فرعون، لكن يقول علشان يعرف المصريون أني أنا الرب، يتحولوا من الأصنام ويعرفوا أن في إله حقيقي حي. بلعام ابن بعور حط في اعتباره يلعن شعب الرب، مأجور بالفلوس من شخص آخر، لكن الرب يسيطر على الموقف، يتكلم إليه من خلال حمار أعجم، يمسك لسانه وحول اللعنة إلى بركة. كل شيء محفوظ في إيد الرب، محكم تماما. فالأشرار من خلال ما يفعله الرب يدركوا روعة وعظمة إلهنا، وفي نفس الوقت إحنا المؤمنين ندرك محبة الله وغنى نعمته، وأن كل الأمور التي يسمح لنا أن نجتاز بها فيها هي لخيرنا وبركة نفوسنا. أنا أشكرك جدا. طيب دكتور حليم، أنا رح ودعك بنعمة الرب يسوع، ورب يسمح أنه نرجع نجتمع معك بلقاء آخر، وأنا عارف أنه رح تجي تقريبا على سيدني أستراليا أو ملبون كمان يمكن بتقريبا بأكتوبر إن شاء الله. أمين أمين، الرب يباركك ويستخدمك، وإن شاء الله بتجي لنا بملء البركة بنعمة الرب يسوع. أشكرك جدا. طبعا للتوضيح بالنسبة لموضوع شمشون، وبعدين نتابع بالنقطة الثانية. شمشون من جهة لاهوتية هو نذير الرب، فممنوع كان يمسك أي شيء من جثة أو أرخيف، فظاهريا خرج عسل من هذا الشبل، لكن هو لاهوتيا كان مفروض يرجع وما يتابع في الموضوع، لأنه كانت الطريق أمامه ورطة. وهو كنذير للرب ممنوع يتعاطى مع الوثنيين، ممنوع يتعاطى مع الحيوانات المائتة أو ميت على وجه الصحراء أو قبر بحسب الشريعة القديمة. نحن هلا انتهينا منهم هذول، نشكر الرب على العموم. رغم شرورنا الرب بيباركنا. آمين. رغم شرور، حلوة النقطة، رغم الطريق المنحرف الرب بيرجع، بس له في الموت مخارج. طيب طيب، أنا عندي مكالمتين رح ناخذهم بسرعة، وبنسمع منك التعليق عليهم حتى نعطيك المجال. بنت الرب تفضلي معنا. سوري لأنه يمكن أقطع الخط منك، من جهتك مش عارف، تفضلي. مرحبا، أهلا، مساء الخير. مساء على قدام الأفاضل، الرب يبارككم ويبارك الحلقة الرائعة. الرب يباركك. فعلا احنا عم نستفيد من هاي الحلقات اللي عم تقدموها على برنامج الكرمة. الرب يبارك هاي القناة ويستخدمها لمجد اسمه في كل مكان. آمين آمين ويباركك. أنا بس حبيت إنه أقول إنه فعلا الرب منطقنا فرحا، يعني فعلا الرب أعاننا وأعان عوائلنا وأولادنا إلى أماكن متنوعة، جابنا من الضيقات. ممكن في كثير ناس إجوا بالضيقات للرب، لكن أنا متأكد إنه في ناس هون إجوا بالبحبوحة، أولادنا أبسط شيء أولادنا، صرنا دموع لهم. فعلا الرب حول نوحنا إلى فرح وقبلهم إلى حضرته في هاي الدول اللي تشوفون شلون ضايعين فيها الأولاد هون. الرب يبارككم ويستخدمكم مجد اسمه. فقط حبيت أنه أقول أنه فعلا الرب حول نوحنا إلى فرح. مجدا مجدا للرب، الرب يباركك ويستخدمك. وأشكرك لأجل الشهادة القصيرة والحلوة، الرب يباركك. معنا مكالمة تانية من بنت الفادي أيضا، الرب يباركك يا أخت بنت الرب. بنت الفادي أهلا وسهلا بك.
مرحبا أخ جون، وتحية خاصة لكل كل ضيوف الكرام. أهلا بك، ربي باكك. أريد بس أوجه رسالة لأهل المصر، لأنه يعني دائما الإنسان لازم يشكر الله على كل شيء، يشكر الله أنه شنو الله تعالى. مرات أحيانا الإنسان يتضايق بس ما تعرف، يمكن تكون عواقبها أكثر. يعني لو أهل المصر باقين من مكانهم كان ضروا أكثر وأكثر. وأقصد شيء من تطهير النساء من داعش سنة 46 سنة ظهروا كل النساء أهل المصر اللي هناك الموجودين. وما تعرف بعد شكوا يعني مجرد أنه رسالة محبة لكل أهل المصر تشجيعية لهم أنه يثقون بإرادة الله. صحيح. وما عليهم بس الصلاة، بس الصلاة ولجوء إلى الله، ماكو غيره، ماكو أحن من قلبه. صحيح. والسلام عليكم. الرب يباكك، الرب يباكك ويحفظك. أشكرك جدا أختي. بتحب تعلي تعليقات سريعة حول الموضوع أو ننتقل على موضوع حول الرب إلهك اللعنة إلى بركة؟ أمين، تفضل حضرتك. أمين. الرب قادر أن يحول الأمور. فاصطدم شعب الرب تاريخيا، يعني لما خرجوا من أرض مصر اصطدموا بشخص عراف وعنده قوة على العرافة، ويبدو أنه كان مشهور بين الأمم المحيطة، حتى أنه ملك مؤاب أرسل خلف منه حتى يجيبه ويلعن شعب إسرائيل، يعني يعمل عليهم سحر وعرافة وحركاته. يعني لا يمكن انه واحد يقدر يقف بوجهه، ما بيقول لك في الساحر الفلاني ما حدش يقف بوجهه باسم الرب يسوع، احنا نكون نوقف بوجه الكل. فموسى بيذكر الشعب بيقول له اذكر شو عمل فيك، يعني بلعام وبلاق ملك مؤاب، لكن الرب الهك لانه بيحبك حول هذا الشر، حوله الى جبر الساحر العراف، يعني جبره غصب عنه يبارك شعب الرب. فالرب عنده قدرة يحول من هذه الأزمة، إلا يا هالأزمة يا هالخراب غصب عنك رح بتكون لخير أولادي. أمين؟ أمين، مجدا للرب. قبل ما أوضح الفكر دي، أحب ألفت نظر الأحباء المؤمنين إلى القول أن ليس عيافة على يعقوب ولا عرافة على إسرائيل. أمين. شرح لنا إياها شوي. نشكر الرب. يعني هو في أعمال شيطانية كتير، لكن الشيطان ليس له فينا شيء باسم الرب يسوع، لا يستطيع أبدا أمين أن يصنع للمؤمنين شيء. ممكن لما الرب يسمح له أنه يضرب المؤمنين ضربات فيزيكال، يعني مثلا أمراض أو حاجة زي كده، أو زي ما عمل مع أيوب. لكن الأعمال الشيطانية الأخرى ملهاش تأثير بإسمه على الإطلاق على المؤمن المولود من الله. نشكر الرب. الفكرة دي لما قرأت كمان في سفر نحمية، بعد ما نحمية بنى سور أورشليم وقرأوا من الشريعة وقرأوا الحتة دي بالذات، ففرح الشعب حاجة تفرح لما الشعب سمع في قراءة شريعة الرب، حول الرب إلهك اللعنة إلى بركة. الشعب فرح، ده أعظم شيء يفرح المؤمنين، بيفرح الإنسان إن الرب يحول اللعنة. ما حدش بيحب اللعنة طبعا، إن الرب يحول اللعنة إلى بركة. في قصص كتير جدا في الكتاب المقدس بتورينا إن الرب بالفعل حول اللعنة إلى بركة، زي مثلا في سفر ملوك الثاني أصحاح 7، لما كان الشعب في جوع شديد في مملكة إسرائيل، وبعدين إليشع تنبأ إن قال لهم غدا بكرة هيكون في باب السامرة كيلة الدقيق بشاقل وكيلتها الشعير بشاقل، الجند اللي كان بيستند على يده الملك ما صدقش، وحصل بالفعل. علشان قال له هو ده الرب إلهك بيفتح كوة في السماء، يعني الرب هو رب يعني يفتح كوة في السماء هيكبلنا يهم فوق، وبالفعل الرب فتح كوة في السماء. قال له أنت بتشوف الرب بعينك بس ما بتاكل منه. نشكر الرب. نشكر الرب. طب خليني أكل المكالمة قبل ما تسقط ومنتابع بذات السياق معك. مفضلك معلش. أمير تفضل. أمير. معنا الأخت ليلى من كاليفورنيا. أهلا وسهلا أخت ليلى. مساء الخير. مساء النور، ربي باكك. أنا بدي بس أحكي هالشيء، يعني ملخص بالنسبة لكيف إنه الضيقة تتحول اللعنات
يعني blessing. نعم تفضلي. في يعني مدة بسيطة زوجي دخل السجن يعني بدون سبب. وانأمر عليه يعني 3 سنين انحكم عليه وبدون سبب يعني صحيح. بس هو كان طول حياته من أنا إلي يعني مدة 20-30 سنة أنا بقضي له في الخلاص. وبس أنا كنت دائما أطلب أصلي يا رب ليش في البداية مش فهمان يعني إشي. ولكن كان هذا كان هو مجيئه للرب صعب جدا جدا من الباك راوند والأشياء كثيرة. فلما دخل السجن هناك هو وجد الرب وجد يسوع المسيح مجدا للرب. كان هو بركة للمساجين. لما بدها واحد عنده يعني محكمة كان يروح عليه ويطلب منه يصلي له. ولبعد ما خلص من المدة وطلع كان يعني عدد كبير من الناس جاي للرب وعارف الرب عن طريقه لأنه كان ينظروا له كيف هو كان وشيء من هالنوع وكيف هلا صار. والعجوبة الثانية كان المفروض أنه يطلعوها الأردن على بلده بعد مدة الهاي. ولكن الرب تدخل وما سمح بالشيء هذا. فالأيام يعني هذه لما بنظر عليه أنا والناس اللي بيعرفوه على التغيرات على البركات على الصلوات على الأشياء اللي بعملها بنظر للي مضى وبحكي هذا إشي بسيط تمام بسيط جدا. على البركة اللي حاليا هلأ إحنا عايشين فيها لخلاص نفسه وخلاص ناس كثيرين بعد هذه الضيقة. وما كانت هي هوينة هالفترة كانت يعني أمرار أكون آمن وعارف إنه كل شيء راح يكون كويس والرب متدخل. وأمرار يهاجمني الشيطان يعني مش قوة إيمان كثير ولكن إشي بسيط. والناس لازم اللي مآمنة في الرب وتعطيه المشكلة حتى لو جاهم الشيطان وخلاهم ما لازم يتمكنوا في إيمانهم. أمين. ويصلوا ويصبوا للرب وهو راح يفرجيهم الصعوبات راح تكون في أسباب دائما لكل شيء عند الرب. أمين. وشكرا لكم. أشكرك جدا أشكرك جدا. طبعا ذكرتيني وبسرعة يا أختي الأخت ليلى في واحد كنت أحبائي بعرفه وكنت دائما أحكي معه عن الرب وسنين يعني يسمع يجي على الكنيسة من مرة لمرة ويروح. قلت له شوف أنا شايف لك أنه الرب راح يحطك بورطة ما راح تطلع منها غير ما تصير تقرأ الكتاب المقدس وتلتزم بإيمانك. يضحك يضحك هو رجل أعمال يعني. وفجأة دخلوه على الحبس ظلما مثل ما سمعنا من الأخت ليلى. دخل ظلما دخل سنة وما حاكموه وطلعوه بريء وطلع بالنتيجة متهم اتهامات بريء انه صار عليه مشكلة. وبالنتيجة قال لي قرأت الكتاب المقدس بالسجن 5 مرات وكل ما افتح الكتاب المقدس اتذكرك. في احبائي الضيقات اللي بيسمح فيها الرب الرب يحولها للخير. واحيانا الرب بيقرص اللي بيقرص قرصة الاذن حتى للخير. فعشان هيك الرب يعطينا نعمة ان نرى النهايات كل خير بخير وكل بركة ببركة لمجد الرب. تفضل حضرة القسيس تابع من فضلك. الرب يباركك أخت ليلى. نعم زي ما قال يوسف لأخوته في نهاية سفر التكوين أنتم قصدتم لي شرا والله قصد به خيرا. الرب عظيم. نشكر الرب. أما موضوع أن الرب يحول اللعنة إلى بركة زي ما قلت يا حضرة القسيس أن الكتاب المقدس مليء بالقصص لكن أعظم قصة تورينا أن الله قصة الجميع. تورينا أن الله كيف حول اللعنة إلى بركة لا نستطيع أن نصفها. نعم. تفوق الوصف والإدراك. عرفت عليك. لما سقط الإنسان في الخطية. نعم. سقط الإنسان في الخطية وسقط آدم وسقط جميع الجنس البشري معه لأن بعد كل الجنس البشري كان في صلبه.
فسقط كل الجنس البشري معه، وبالتالي كل اللي بيتولد مولود بالطبيعة الشريرة، وكلنا بنصنع الشر، وزي ما بيقولوا النفس أمارة بالسوء، كلنا أشرار. ولما سقط آدم في الخطية الرب قال له ملعونة الأرض بسببك، فتلعن وتلعنت الأرض كلها بسبب هذه الخطية الكبيرة جدا، والأرض ابتدأت تنبت شوك وحسك. لكن شكر والموت اجتاز إلى جميع الناس، إذ أخطأ الجميع، مش بس آدم لكن أخطأ الجميع. لكن شكرا للرب أن هذه اللعنة حولها الرب إلى أعظم بركة لكل الجنس البشري، بس طبعا يستفيد من هذه البركة الذين يؤمنون بالرب يسوع المسيح. في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، لكي يفتدي الذين تحت الناموس، لكي يفتدينا من هذه اللعنة. ومات الرب يسوع المسيح، آدم الأخير، الإنسان الثاني، آدم الأخير، الرب يسوع المسيح مات لكي يحول هذه اللعنة إلى بركة. في آدم الأول مات الجميع، لكن في آدم الأخير الرب يسوع المسيح يحيا جميع الذين يؤمنون به، وسيحيا جميع الذين يؤمنون به في مجيء الرب يسوع المسيح لما يجي المجيء الثاني. فإن كنت عايز، اللعنة تعم كل البشر بدون استثناء، لأننا كلنا، مين على الأرض مش ابن آدم؟ كلنا أولاد آدم. فاللعنة عمت الجميع واجتاز الموت إلى جميع الناس، إذ أخطأ الجميع. لكن إن كنت تيجي للرب يسوع المسيح وتؤمن إيمان شخصي، تقبل الرب يسوع المسيح بإيمان شخصي ليك، أما كل الذين قبلوه أي المؤمنون باسمه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. إن كنت تقبل بالإيمان إنك خاطي ابن آدم وشرير وتستحق اللعنة وتستحق الموت الأبدي في الجحيم، لكن تيجي للرب يسوع المسيح وتؤمن إنه رفع اللعنة والدينونة عنك إن كنت تقبل، فبكل تأكيد الرب هتكتشف إن الرب قد رفع عنك الدينونة ورفع عنك الموت وادالك الحياة الأبدية. أشكرك جدا أخي باسم، تعليقك الأخير حول الموضوع ولو بدقيقتين من فضلك. عايز أقول إنه أرجع وأفتكر اللي اضطهدوا وهجروا من بيوتهم في أيام الكنيسة الأولى، يكتب لهم الرسول بولس في رسالة العبرانيين ويقول لهم إنه الأيام السالفة بعدما أنرتم قبلتم سلب أموالكم بفرح، عالمين أن لكم مالا أفضل أي سماويا. يبقى الكلمة المحورية هنا بعدما أنرتم. عايز أقول لك قد يكون المشهد مأساويا فيما يحدث في شرقنا العربي، لكن هل نور المسيح دخل قلبك عزيزي المشاهد؟ هل قبلت المسيح المخلص؟ بعدما مؤمن الكنيسة الأولى قبلوا المسيح المخلص واختبروا المسيح، عرفوا أن ليهم مالا أفضل أي سماويا، أو زي ما قال لهم الرسول بطرس، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ. عشان كده نصلي وأثق أن هذه صلاة الكثيرين أن تستنير عيون أذهانكم لتعرفوا زي ما بيقول بولس في أفسس 1 ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه. ربنا عنده غنى كتير، إن كنت فقدت شيء زمني أرضي، لكنك إن أتيت إلى المسيح المخلص يعوض
إنه يعوض، إنه يأتي ببركة لا حدود لها. الرب يبارككم، أشكركم لأجل الوجود معنا هون والأفكار الحلوة الرائعة اللي الرب استخدمكم فيها، ورب يبارك الدكتور حليم حسب الله ويستخدم الأحبة جميعا. أحبائي طبعا نحن بنشكر الرب لأجل كل حلقة بتبنينا وبتشجعنا وبتنادي البعيدين أن يقتربوا أو يقبلوا الرب يسوع المسيح. وبسرعة الرب يسوع قادر يعوض عن الجميع. لو خسرنا كل شيء على الأرض يكفي أن نكون أو يكون لنا الرب من نصيبنا، لأنه لنا ميراث سماوي لا يمكن أن يفنى أو يدنس أو يضمحل. ومكتوب بيقول الكتاب محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون. نحن محروسين بقوة الله، ميراثنا محروس. وشو بعد بدنا أحسن من هيك؟ بتروح الأرض بتجي الأرض أول آخر الإنجيل بيقول عنها رح تحترق وكل شيء رح يروح. فما نبكي على الأطلال، بل نقول له يا رب ارحمنا، غسل قلبي الخاطئ بدم صليبك، دم ذبيحتك، اسكن فيه بالروح القدس، واعطيني نعمة الحياة الأبدية باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، وللرب إلهنا كل المجد. أشكركم والرب يكون معكم.